السلام عليكم، ازيكم؟ انا محمد المهدي، والنهارده هنكمل معاكم كورس الديجيتال ماركتينج اللي بدأناه معاكم الفيديو اللي فات، واللي وضحنا فيه ازاي تعمل بيزنس بيج على الفيسبوك او صفحة تدير بيها شغلك، وبينا فيه ازاي الصفحة دي ممكن تنقل شغلك او مشروعك لحتة تانية خالص انت مش متخيلها. ولو عايز تشوف الفيديو ده هتلاقيه فوق، هيظهر هنا جنب علامة الاي. والنهارده هنسجل مع بعض في البيزنس مانجر او مدير الاعمال، واللي عن طريقه هتعرف تعمل حملات إعلانية قوية ومحددة بتوصل درجة دقتها لسن الشخص اللي بيشوف الإعلان ونوع الموبايل اللي ماسكه. وقبل ما نبدأ، في مفاجأة جامدة جدا سايبها لكم لآخر الفيديو، استنوها. يلا روح هات كوباية الشاي بتاعتك علشان هنحتاجها الفيديو ده، عشان مهم. بس وهنفتح معاكم البيزنس مانجر بالمنظر ده. هنخش على بيزنس مانجر اوفر فيو، هتلاقي في عندك لوجن وكرييت اكونت. لوجن لو انت اوريدي داخل اعمل اكونت قبل كده عليه، لو مش عامل قبل كده عليه كرييت اكونت، هتنشئ اكونت من الاول خالص، لسه هتعمل نفسك حساب. هنا هتحط اكونت الفيسبوك بتاعك العادي وتخش. لو مش ما عندكش فيسبوك محتاج تعمل اكونت على الفيسبوك، ما ينفعش من غيره، تمام؟ جاب لك تاني كرييت اكونت. طب ايه الفرق؟ الاكونت الاولاني انت بتعمل الفيسبوك العادي بتاعك، تمام، بتدخله. هنا هتعمل اكونت للادز نفسها، يعني هتعمل اكونت للاعلانات. طب ليه اعمل اتنين اكونت؟ علشان الاكونت بتاع الاعلانات بيبقى فيه فلوس ومعاملات ماديه مع الفيسبوك وكده، فساعات بيقفله لك، ساعات بيعمل لك بان. فعشان تحافظ على حسابك او الاكونت بتاعك على الفيسبوك اللي معاك بقاله سنين وفي صحابك وكل حاجه، فبتعمل اكونت مختلف عنه. انت بتخش بيه بس بعد كده في المرحله دي الزرار بتاع كريت اكونت لونه ازرق ده بتدوس عليه، هتدخل اكونت جديد خالص غير الاكونت بتاعت الفيسبوك، تمام كده؟ بس بيقول لك اسم الاكونت بتاعك ايه، هتسميه اسامي عاديه، اول حرف بس يبقى كابيتال، تمام؟ يعني سميه مثلا مهدي، مهدي's ماركت. الايميل ده اللي هو عن طريقه بيتاكد ان انت هو نفس الشخص، عشان ما حدش مثلا يسرقك او حاجه زي كده، الحوار بقى فيه فلوس، فلازم تكتب ايميل، انت عارف الباسورد بتاعه، بتعرف تخش على الجيميل، لان هو يبعت لك ايميل على الجيميل يقول لك اكد لي ان هو انت نفس الشخص، هتعمله فيريفاي، هتعرف ان انت نفس الشخص، تمام؟ فالايميل اللي تكتبه تبقى متاكد منه وعندك على الجيميل وعارف الباسورد بتاعته وكل حاجه، جميل؟ تمام، كتبت الايميل بتاعي، هتكتب بعد كده سبميت، هتلاقيه اشتغل. هيبعت لي دلوقتي ايميل على الجيميل بتاعي عشان اعمل فيريفيكيشن للايه؟ للايميل ان انا نفس الشخص، جميل؟ ممكن تفتحه من هنا، ممكن تفتحه من على موبايلك عادي. تمام، هيبعت لنا زي ما قلت لكم ايميل على الجيميل عندنا عشان ياكد ان احنا نفس الشخص. هنخش عليه بالمنظر ده، هتلاقيه في السوشيال، في التابه بتاعت السوشيال مش البرايمري، تمام؟ خش عليه، هنكتب كونفيرم ناو، هنكليك عليه، هيقوم فاتح لنا على طول الاكونت بتاعنا بعد ما خلاص ايه؟ اتاكتف، او يعني عارف ان احنا اتاكد ان احنا، تمام كده. هنخش بقى نحط الصفحه بتاعتنا اللي احنا الادمن فيها، لازم بيج تكون الادمن فيها. ولو مش عامل نفسك بيج للشغل بتاعك او المشروع، او عايز تعمل عشان تعمل عليه اعلانات، هتلاقي ظهر هنا جنب علامه الاي فيديو احنا كنا عاملينه قبل كده ازاي تعمل بيج على الفيسبوك، تمام، غير الاكونت او البروفايل بتاعك الشخصي. بس نكليك على البيج. انا اصلا كنت حاطط البيج بتاعتنا، بس عادي نضيفها تاني معاكم. هتكتب كلمة اد، اد بيج، نكتب هنا اسمها، ظهرت هنا اهي، تكليك عليها بيقول لك انها اصلا عندك، تمام، بس انت عندك هيخش عادي، جميل، موجود عندنا هنا اهي. بعد كده هتضيف طريقة الدفع، البيمنت ميثود، هتلاقيها تحت هنا بيمنتس، نكليك عليها بس، وضيف بقى طريقة، سواء بقى ماستر كارد، فيزا، ايا كان الطريقة اللي انت هتدفع بيها. بس احنا كده حطينا البيج اللي هنعمل فيها الاعلان، وعملنا اكونت لنفسنا غير الاكونت البرايفت بتاعنا بتاع الفيسبوك، عشان يبقى عندنا امان، عشان لو اتقفل او حاجة زي كده. نوريكم بقى ازاي، او الحتة اللي هتعمله عن طريقها الاعلان. النقط اللي فوق دي نكليك عليها، هتلاقي في ادز مانجر، نخش عليه، هيظهر لك بالمنظر ده، ماشي، هتلاقي في كلمة ادز هنا، نكليك عليها،
كرييت اد، هتعمل اعلان او انشاء اعلان بس هتتفرج بالمنظر ده، وده اللي هنتكلم عنه الفيديو اللي جاي، ازاي تعمل اعلان سواء انت عايز تزود مثلا عدد اللايكس بتاعت الصفحه بتاعتك، او عايز تبيع كتير من منتج معين، او عايز توصل الصفحه بتاعتك بالويب سايت. الكلام ده كله هنتكلم فيه الفيديو اللي جاي. المفاجاه بقى ان كل شهر هيبقى فيه جيف اواي من المنتجات اللي احنا بنعمل لها ريفيو، كل شهر في منتج ببلاش هيروح لكم انتوا ولحد باب البيت. كل اللي عليكم استنوا فيديو ريفيو المنتج اللي جاي عشان هقول لكم فيه كل التفاصيل. ما تنسوش اعملوا اشتراك في القناة عشان الفيديو اللي جاي يوصل لكم. ان شاء الله هنحضر فيديو عن انواع الاعلانات وايه الفرق بينهم، وازاي تخلي الفيسبوك يعمل مقارنة بين اعلانين ويقول لك مين الاحسن فيهم، وازاي تستهدف الجمهور اللي انت عايزه بالظبط علشان يجي لك احسن نتيجة من الاعلان اللي انت عامله. لو فعلا محتاجين الفيديو ده انزلوا اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، واعملوا اشتراك في القناة عشان ده بيحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات ونكمل، واعملوا لايك للفيديو علشان هيوصل لناس اكتر. وما تنسوش فيديو ريفيو المنتج اللي جاي هقول لكم فيه كل تفاصيل الجيف اوي بتاعت كل شهر. انا مستني انزل لكم الفيديو ده بفارغ الصبر. ما تنسوش احنا دايما في خدمتكم. شكرا.